حنا اليوم واقفين قدام الولايه تنتسناو السيد الوالي يهضر معنا. عندنا تنتسفيو في جمعيه الامل سيدي سبن علي، ولهاد الشهر هذا تفاجئنا، قالوا لنا عاد تخلصوا 100 درهم ديال الحصه و100 درهم ديال فاتحه الدم، واليوم ما عندناش. كنتصفي في العطاويه صابور، كانوا تيعطوني الدواء فابو جزاهم الله خيرا. اليوم قالوا لك غدا ان شاء الله الثلاث تخلصي 100 درهم، انا ما عنديش 100 درهم، تنطلب من الدوله تدعمني. قال لك ما عندهمش الدواء، منين بتجيب لهم انا هاد الدواء؟ منين بتجيبوا لهم؟ انا مريضه والراجل مريض في الركنه، منين بتجيب لهم الدواء؟ قال لك لا، اللي عنده الدراري الصغار اللي ما يخلصش. انا راه عندي 4 سنين، ربع سنين تتعرض ليا في الباب، كيف بغيت ندير ليها؟ نديها معايا نتصفي ولا نخليها في الدار ولا نعطيها؟ راه الغالب الله، راه الغالب الله. حتى نادي محمد جلاله الملك يتكفلنا بهذا الشيء، راه عينا، راه عينا، راه اللهم لك الحمد، راه سسونا الكلينيكات. اللي مشينا للجمعيات اليوم كان ذاك النهار يقول لنا هذه الورقه خلصوا هكا هكا مباشره، يقول لنا عندكم الخلاص. اللي قد مرحبا، اللي ما قدش مرحبا، واللي بقات فيا والطرد. واش حنا مسلمين ولا يهود؟ راه حنا مسلمين ولا ما خلصتوش الطرد؟ احرم عليكم، تقهوا الله هاد الناس، تقهوا الله. راه حنا خوتكم مسلمين، راه مرانا انتم اللي بتهزوا بينا ماشي حنا. السونتر فاش حل في الاول راه كان غا فابور 5 شهور، هما دايرين للناس فابور ديالي. دروك اخويا صدر هذا القرار، هذا الالتزام اللي شفتي دابا هنايا، هاد الالتزام راه انه دايرين 100 درهم هما الحصه، يعني المول ديالي كيدير الحصه 2 المرات في السيمانه، وجوج المرات في السيمانه هي شحال؟ هي 200 درهم زائد الاجراءات ديال الادويه، كطيح الحصه ب 400 درهم في السيمانه. وهاد الناس هادو حنايا منين غنخلصوا هاد 400 درهم في السيمانه؟ هاد 400 درهم في السيمانه راه ما يمكنش نخلصوها، هي 1400 درهم في السيمانه. وكاينين هنا الناس في السونترات كيديروا فابور غادي ديال شي 40 تلخرق كدير دياليز فابور. دروكا صدر هذا القرار بان هذا الالتزام غدا ان شاء الله غيديروا 100 درهم، غتسني هذا الالتزام وتجيبوا لعندهم، والا ما جبتيش هذا الالتزام و100 درهم راه ما غاديش تصفي كاع ابدا. هذا الشيء راه ما عندناش، وزائد المشكل ديال كورونا الناس ما خدامين، حتى واحد ما خدام. منين غنجيب هاد 1400 درهم في الشهر فينا هي؟ راه ما كايناش اخويا، ما عندناش. والترونسبور وكلش راه كطيح عليك الحصه في الشهر تطيح ب 2000 درهم فينا هي؟ وكنطالبوا حنايا ما نخلصوا حتى حاجه، هذا الشيء هو باش كنطالبوا. مراد هاد الناس منين غيخلص؟ راه الحاجه الحصه كطيح، منين غيجبد هاد المريض؟ ها هو هاد المريض هذا 100 درهم 200 درهم تنجيبوه على الموتور باش جيبوه انا. وجينا نهار الخميس، جينا هنايا نهار الخميس طالبنا، مشينا عند سيد الباشا، سيد الباشا قال لك اشنا هي 200 درهم؟ اشنا هي 200 درهم؟ انه كيهددوا الناس. وزائد واحد الممرضه قالت لهم اللي ما عندوش اللي ما عندوش ما باقيش يديروا، اللي عنده يجي، اللي ما عندوش ما باقيش يجي، اللي ما عندوش يمشي الله يعاونو. هذه راه ممرضه في المستشفى في السونتر. حنايا عالج 5 سنين وحنا تنتبعوا العلاج محمد السادس، من وصلنا للمراد القصور الكلوي خرجي دبري على راسك، خرجنا دبرنا على راسنا شي 3 شهور حنا تنتعالجوا خارج المنطقه ديالنا، المركوب تيدونا الناس المحسنين ويجيبونا. ما قلنا علاش نهار تحل السونتر، احنا جينا قلنا المدينه ديالنا تحل فيها السونتر على سلامتنا. هو اللي دار دياليز اللي كل مسكين من جا، اللي دار دياليز 3 شهور 4 شهور، وصلنا 4 شهور دابا ولا 5 شهور، ارو نصدموكم بواحد الورقه، سيروا قاليزيو هاد الورقه باش تخلصوا 100 درهم الحصه، يعني 4000 ريال للسيمانه، يعني 20000 ريال للشهر. الله غالب، الراجل جالس مع كورونا مريض فاتح، كاين اللي راجلها مريض، كاين اللي واحد عنده 80 عام باقي بيجي 100 درهم، مين بيجي 100 درهم؟ مين عارف انا مين بيجي 100 درهم مول 80 عام؟ 100 درهم للسيمانه مين بيجي؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.